الحلقة دي ممكن ما تكونش مهمة لكتير منكم، لأننا في الحلقة دي جايين نحتفل بوصول القناة لأربعة مليون مشترك والحمد لله رب العالمين. فأنا جاي بس أشكركم وأوضح لكم شوية حاجات كده بخصوص القناة بالمناسبة. فشكرا لدعمكم وربي يجعلني عند حسن ظنكم، ويلا بينا. طب يلا بينا. في يوم 24/9/2017 كانت أول مرة أحط كاميرا قدامي وأكلمكم من خلالها وأفتح معاكم مواضيع عامة بشكل أسبوعي. التجربة الحقيقة كانت جديدة عليا، لأن كان كل شغلي من 2013 كام قصيدة على كام أغنية كل كام شهر، وكلهم على بعضهم يتعدوا على الصوابع. عدد المشتركين في القناة وقتها كان 330 ألف مشترك، وحلقة بقى ورا حلقة وأنا بتابع تعليقاتكم لقيت بقى الطلبات بزيادة وقت الحلقة، كانت طلبات كتير فابتديت فعلا أزود. أيوه زود انت براحتك، وانا ظهري ينقطم من وقفه البلكونه. هو انت غرمان حاجي؟ وانت ايه اللي جبرك تسمع اصلا عمنا؟ وبعدين فين عصام؟ راح فين عصام ابني يا كبد امه؟ من ساعه ما عرف ان القناه بتاعتك بقت 4 مليون هو بيتمرن عشان يعمل قناه بودي بيلدينج ويبقى يوتيوبر شهير اظهر منه. يا ترى وصلت لفين يا عصام يا ابني؟ عاش يا وحش، بتمنى لك التوفيق من كل قلبي. المهم ان وصلت حلقاتنا مع طلباتكم بزيادتها من 15 ل 17 وساعات 20 دقيقة في بعض الأحيان. وقت الحلقة بيزيد سنة ورا سنة، كانت أعدادنا هنا كمان بتزيد مع وقت الحلقة، لحد ما النهاردة وبعد حوالي 4 سنين ونص بنحتفل بأكتر من 4 مليون مشترك، عشان نكون بكده أول قناة يوتيوب سياسية عربية تحقق هذا الرقم، وإنه لأمر لو تعلمون عظيم ولله الحمد. فيديوهاتنا سمعت بفضل الله ولفت الدنيا كلها، وشفنا مع بعض الايام الحلوه في احتفالات المليون الاولاني والتاني والتالت، وعدت علينا برضو احداث صعبه زي اعتقال اخواتي الاثنين من سنتين، الله يفك اسرهم وينجيهم هم وكل مظلوم، واحكام بقى بالمؤبد وقوائم ارهاب ونشر حمراء. ومع كل هجوم اعلامي على القناه كانت اعدادنا بتزيد، لحد ما النهارده بفضل الله بقينا 4 مليون. لا اوعاك بس تتغر وتصدق ان الارقام دي من مصر يا حبيبي. لا يا بابا، ده انت بتدعمك قوى الثر الارهابي المحيطة بنا من كل جانب. المصريين هرسوك ولا عادوا بيسمعوك خلاص. حلو قوي الكلام ده يا عمنا، وده تحديدا هو اللي هيخليني النهاردة اسيب كل المواضيع اللي مطروحة على الساحة وافتح لكم اسرار القناة علشان تشوفوها من جوة بنفسكم وتعرفوا بتدور ازاي. مبدئيا كده، في اي شركة كانت بتطلب مني بياناتكم انا كنت برفض ابعتها، وهعرض لكم بقى دلوقتي البيانات دي مجانا، عشان اولا نرد على سؤال عم بيزر، وثانيا علشان نعرف احنا منين وقد ايه اعمارنا اجناسنا كل شيء. دي حضرتك صفحة الاعدادات بتاعت قناتكم قناة عبدالله الشيخ، ولو دوسنا على الاحصاءات هنا هتطلع لنا الشاشة دي واللي فيها كل حاجة. اولها هنا قسم الفيديو هنلاقي اجمالي مشاهدات القناة فوق 668 مليون، يعني عدينا النص مليار بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلكم. وهنعرف من هنا برضو كمان ان اعلى فيديو جاب مشاهدات في تاريخ هذه القناة هو فيديو الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، وكان ذلك بمجموع اكتر من 7 مليون مشاهدة. لسه ما هي مثل المشاهدات برضك يا مولاي، المهرجانات بتجيب ملايين اكتر منك. عقبالك يا عصام، عقبالك يا عصام يا ابني. بالشمس للنور، بالشمس للنور، مش هيعطل مصور. لا 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 لا، بالمشاهدات عم الناس، بس مشاهدات عن مشاهدات تفرق. طول عمرها السينما بتبقى زحمة والمكتبة بتبقى فاضية، طول عمر اللي بيدوروا على اللعب والهزار اكتر من الباحثين عن المعلومة. وكون بقى ان المحتوى الهادف بدأ يعلى ويوصل للارقام دي، فده معناه ان الشباب بدأت تدور وتفهم، ودي حاجة مبشرة. وده بقى ينقلنا الى خانة اعمار المشاهدين على هذه القناة. هنا حضرتك بيقولك اعمار المشتركين من اي فئة عمرية بالظبط، عشان تعرف انت بتخاطب مين وتبدأ تستخدم مصطلح وكمان تلمس اهتمامات. 3% بس من اعمار من 13 إلى 17 سنة، ودول بقى المشغولين بالتيك توك والانستجرام. ان شاء الله انا اللي هروح لهم هناك بمنتجات جديدة عن قريب، فانتظرونا. 20% من اعمار 18 إلى 24 سنة، ودي نسبة كويسة جدا بالنسبة للعمر ده، علشان المنتج السياسي والتاريخي اللي يعتبر معقد حبتين اللي انا بقدمه. اما دي بقى فاكبر فئة والحمد لله، وهي فئة من 25 ل
34 سنة بنسبة 37%، ودول حضرتك اللي كمان كام سنة هيبقوا في مراكز قيادية واللي بيربوا أسر، وده بالنسبة لي خبر كويس طبعا لأن التأثير في الشريحة دي هيأثر كمان في اللي وراهم. أما بقى من 35 ل 44 ودول من فئتي العمرية، إلا إنهم عاملين معايا واجب بحوالي 24%، ومشكورين والله يا رجالة إنكم لقيتولي وقت جنب الشغل والمصاريف وتوصيل العيال وخد الزبالة معاك وأنت نازل. ومن عمر بقى 45 إلى 54 سنة هتلاقيه بيقل أكتر لحد حوالي 10%، ومن 55 ل 64 سنة حوالي 4%، وأخيرا 65 فما فوق فدول 2%. واخد بالك أنت عم الناس ده محصلوش 2% كمان. عشان إحنا عندنا وعي، إحنا عندنا وعي وعارفين مخططاتك الدنيئة واستهدافك للدول وأمنه واستقراره، وصحيلك صحيلك وسوف نقف لك دائما بالمرصاد. والله تقف بالمرصاد بقى ولا تروح تقف على باب لجنة تنتخب فيها وتدعم طاغية يلبسنا ونلبسه بقية عمرنا، انت حر. بس اجمالا الارقام اللي قلتها لك بتقول لك ان اللي جاي مش بتاعك، مش بتاعك خالص والله. وخلينا بقى نجاوب على سؤالك بان انا ماليش مشاهدات من ام الدنيا. نخش بقى على خانة المنطقة الجغرافية عشان نسمع يوتيوب بيقول ايه عن اكتر منطقة مشاهدة. شايف حضرتك العمود الازرق الجميل اللي هناك ده؟ ده اعلى نسبة ومكتوب تحتيه مصر يا عم الناس، ولو رحنا وقفنا عليه كده هتلاقيه عامل له بتاع 300 مليون مشاهدة لوحده، يعني تقريبا نص مشاهدات القناة من قلب ام الدنيا. تيجي من بعد السعودية ب 85 مليون مشاهدة، والجزائر ب 40 مليون تقريبا، والمغرب برضو مقرب من ال 40 مليون، ويليه الاردن ثم الكويت ثم الامارات، ومن بعدها امريكا ثم فلسطين الحبيبة والمانيا وتركيا وفرنسا. وطبعا في دول تانية في القائمة تحت هنا هتلاقي اسم دولتك فيها اكيد، وموجودة قدامك في الاعمدة هنا اللي تحت، ولكن للأسف ما ينفعش اظهر في القائمة اللي فوق اكتر من ال 12 دولة الاوائل، حتى ان قطر وتركيا اللي بيمولوني ما طلعوش من الاوائل، يعني طلعوا بيحرضوني بس وفي الاخر ما بيتفرجوش عليا. قلت لك يا ابني انت ملك سلة بلدة، شفت مصر عمودها سامخ ازاي؟ انا عارف ان مصر سوف تكتسح من البداية، وقلت لك وكلامي مسجل وساهد علي. بقى كلامك مسجل وشاهد عليك. يا ترى انت فين يا عصام عشان تشهد على ابوك؟ طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا حتعلم، طول ما الدنيا حتدور انا من الدنيا حتعلم، اتقدم حتعلم اتقدم. طب ماشي عم الناس، خد دي بقى وقول لي هتقول فيها ايه. دي حضرتك صفحة حالة الاشتراك، وبتقول لك ان المشتركين في القناة شافوا 300 مليون مرة بس، يعني نص المشاهدات تقريبا، وان ال 366 مليون مشاهدة التانيين اللي هم الاكتر من الناس مش مشتركة اصلا في القناة، والعمودين قدام عينك هم، والغير مشتركين اللي بيخشوا يتفرجوا ويمشوا هم اللي اعلى. فتعرف بقى حضرتك الكلام ده معناه ايه يا عم الفيثاغورث؟ افتنا يا مولاي. معناه ان الناس بتدخل تتفرج وتمشي وبتخاف تعمل اشتراك او شير او حتى لايك، وطبعا مفهوم هم بيخافوا ليه مع انه كل ده مجاني ومش هيكلفهم اي حاجه. شوف انا عارف بس الصراحه خاف اقول لك ليه. لا لثقر ابني يعني لا سمح الله، ولكن ليس كل ما يعرف يقال ولا ايه بالظبط يا كبير؟ او هو بقى اللي مخوفك ده؟ هو نفسه اللي مخوفك. مش زعلان والله وعلى راسي، ومقدر كويس جدا وكتر خيركم اصلا ان انتوا لسه متابعين وسط كميه الرعب اللي موجوده دي. وحاولوا توطوا الصوت شويه وانتوا بتسمعوني، وربنا يحفظكم ويفرج عنا. ايه الحاجه مشغل عبد الله الشريف؟ وخلونا بقى نروح للنقطه اللي بعدها، وهي جنس المشاهد المتقسمه طبعا ما بين ذكور واناث. عندنا هنا من الذكور حوالي 89% ومن الاناث 11% بس. والسؤال هنا بقى ليه طيب الكاس 11% بس يا ظلمه؟ وانا لازم اقرب الصور واعملها لك ابيض واسود وادبلر الصور واحط اهات في الخلفيه واشيح بوجهي ناحيه اليسار واقول ينتفض النهر جاريا رقراقا وتهتز اغصان الشجر تتراقص الغيمات وينزل المطر وانت تسبحين في سبات عميق فاستيقظي فقد تاخرت شمس يوم وتاخرت معها عن ركب البشر قوم الساعه بقت 12 اعمل لنا لقمه نطفحها يا شيخ لازم اعمل كده يعني عشان تشتركوا وتسمعوا فيديو مفيد وفيديوهين ملزقين مش كله دهنان ما انتوا اللي بتربوا عيالنا ومستقبل امتنا ولازم تبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل حواليكم عاوزين تطلعوا جيل واعي ولا مزيدا من العصام مره اخرى اما هنا بقى فالصفحه دي مهمه جدا من وجهه نظر لانها بكل بساطه بتقول لك الناس شافتك على اي جهاز تحديدا وزي ما انتم شايفين كده فالموبايل مكتسح بلا منافس ويجي من بعده الكمبيوتر ثم اخيرا التلفزيون وده بيقول لك ان عصر التلفزيون الى زوال عما قريب والمستقبل رايح بشده الى السوشيال ميديا طب معلش برضك يا مولانا في الكلمه هي الشركات دي كانت بتطلب منك المعلومات دي لا هيعملوا بيها اه يعني الاعلانات يا عم المنطقه عاوزين يعرفوا قوه القناه وجمهورها فين جغرافيا واعمار
ايه علشان يدوني الاعلان المناسب اعرضه عليكم. ودي قايمه بالشركات اللي جات لي على الميل في اخر 6 شهور بس علشان اعمل لهم اعلانات هنا على القناه قدام عينيكم اهم معلمهم وسايبهم على جنب لعل وعسى يعني يوما ما احتاجهم وربنا سبحانه وتعالى يجعلني محتاجهم. لا طب وليه ما تعملهمش اعلانات يا ابني؟ هتخسر ايه انت يعني؟ اللي هو يعني تاخد منهم وتاخد من اليوتيوب وتولع الماده اللي انا بقدمها يا سيد. الماده اللي بقدمها لا تحتمل ان في نفس الفيديو اللي بقول لك فيه اذا ضربت فاوجع اقول لك بعدها اشتري مجات الحاج حسين انها رائعه. احساسك اني بنتفع منك او ليا عندك مصلحه هيحبط العمل كاملا جوه نفسك والليله كلها هتقلب تجاره على شويه مكسب وخساره. ومش بقول لك كده خلي بالك عشان تعرف ان انا بقى الامام الزاهد وكده لان انا فعلا باخد فلوس من يوتيوب ولاني كمان ممكن في يوم من الايام تلاقيني فعلا بعمل اعلان ولكنه مش هيكون في المحتوى بتاعنا ده ابدا. انا بس بقول لك كده عشان تعرف انا قد ايه عامل حسابك كمشاهد وبحترمك قد ما بتحترمني وزياده. لما دكتور في جامعه يعرض للطلبه عنده فيديو ليه ويستشهد بيه على ماده علميه بيقدمها تبقى دي شهاده افتخر بيها. لما اب يبعت لي صوره ابنه اللي لسه ما اتعلمش الكلام وهو منتبه للي انا بقوله ومركز معاه تبقى ساعتها فعلا الفرحه مش سايعاه. لما اشوف مشهد زي ده من مساجد فلسطين والناس هناك قاعده بتتفرج على اللي بقدمه في بيت ربنا يبقى الدنيا وما فيها اقسم بالله. انا متشكر جدا ان انتوا وقفتوا مع القناه دي وسندتوها لحد ما وصلت للرقم شكرا ده. ان عوائد مشاهداتكم بتفرج على الناس الله سبحانه وتعالى يعلمه ورب يكتب اجركم فيها ان شاء الله. شكرا انكم انصفتوا صوت تعتقدوا فيه ان هو ده الحق وربنا يجعله كذلك في وقت ساد فيه الباطل وطغى وتجبر. واخيرا بقى فانا هاخد التورتايه دي دلوقتي وهنزل اقابل ناس جايين يباركولي بس للاسف مش هتقدروا تعرفوا هم مين دلوقتي وهقطع الفيديو في الطريق قبل ما اوصل. ووعد مني هعرض لكم بقيته ان شاء الله لما الوقت والظروف يسمحوا بذلك. طب ما تقول لي عمك بيض عمك بيض عبودي ولا جلجان يعني ان انا افتن عليك؟ ما عملتش كده ابدا ابدا. لا يا عم الناس مش وقته هبقول لك انا ان شاء الله بعدين. شكرا كمان مره واحسن الله الينا واليكم. ودلوقتي بقى يلا بينا على تحت. طب يلا بينا. اكيد اكيد هتقابل ارهابيين زيك. واني هستنى لما تقول لي ايه هستناني. هنروح نقابل ناس في الجنينة اللي جنب البيت. مش هنطول عليكم معلش. هناكل التورتاية ونرجع على طول. مين عايز يضرب معانا؟ احنا هناك اهو يا جماعة مش بعيد. اصبروا معايا معلش. تقدر تعد 30 ثانيه من دلوقتي. بابا 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 يا ليل يا سوخ يعملوا ايه؟ هيفجروا نفسيهم دول ولا ايه؟ الو ايوه سعاده الباس يا الدنيا خربانه هنا سيادتك. كل الارهابيين قاعدين سيادتك هنا. ماذا افعل؟ الخطه اكس ولا الخطه زي؟ طيب يا باس هسمعهم واقول لحضرتك هم بيقولوا ايه. بياكلوا حته الدين تورته يا باس. حته الدين تورته؟ لا ابدا يا باس لا ابدا. هذا ليس بلاغ. هذا ليس بلاغ ولكنه تمني. عمك بيضه بيتمنى يا باس. لا عمك مين؟ انت اللي عمي يا باس. بقول لحضرتك لا 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 الارهابيين لسه قاعدين. بتكلم على الواد عصام ابني. حضرتك ما تفتوش يا ترى. انت فين دلوقتي يا عصام؟ فينك يا عصام؟ اتقدم 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 وكفايه خلاص تتندم. للشمس للنور للشمس للنور مش هيعطى مصور.